10. Where and when? Big R1, I'll be daring 10. I am the boogeyman scaring men. Call out my name and I appear with... Come to a video shoots in your ends. I will turn up earlier than your cameraman. Bare equipment, you'll be thinking it's them. Hold on, wait there, where's his lens? There's his lens. Unsatisfied thing, where's his friends? You man are camping, my animals are out raiding. For you, it's bearing sense. Why would I scrap when I'm here with... Man, don't care if your ears are bent. No, my... I will ring every 15 like Big Ben. Test me how. Phone man's phone up, let's meet now. Kick this thing up like Jet Li, bow. David Luiz absolutely foul. Don't put your... Sit down, cause I went Deptford Green. I got Chinese man that would drive by your favourite restaurant and you'll get your main chick. What did you think? I will scream and shout. You ain't nothing if you ain't seen clout. Bet 10 bags I will find these house. Walk one mum's against my man about. Man, go to mumsy's mum's house. Walk them now. Dead serious, you don't want it with man. I told this boy not to f*** with man. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. وكالعادة معكم من كابينة التعليق فارس عوض وتغطية لمجريات اللقاء. وهذه مباراة في مرحلة المجموعات من بطولة كوبا ليبرتادوريس في انتظار أن تكون مباراة كبيرة، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. جمهور رائع وشغف كبير في مباراة اليوم، لكن عندما نتحدث عن الجماهير ودورها في كرة القدم يجب أن لا ننسى جماهير نادي دورتموند صاحب الرقم القياسي في حضور الجماهير بمعدل 81 ألف مشجع في المباراة الواحدة. الكرة هي لغة الشعوب التي تجمع البشر وتوحد الأمم. كرة القدم تفوقت على المنظمات السياسية وكل المؤسسات الاقتصادية في توحيد وجذب الشعوب. وللمعلومية فإن أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم أكثر بكثير من أعضاء الأمم المتحدة. شفت تشكيلة أصحاب الأرض والجمهور في مباراة اليوم؟ الفريق راح يلعب بتشكيلة 4-5-1 الهجومية. وهذه هي تشكيلة الضيوف في مباراة اليوم. الفريق راح يعتمد على طريقة الـ 4-4-2 الاعتيادية. كاسيريس عند الفرصة في هذه اللحظات. عند مارتينيز تسديدة لكن جانبية بعيدة عن المرمى. فعل حارس المرمى خطأ قد يندب عليه. أوهو الحارس كان في الموعد. تنفذ الضربة الركنية. الحارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. كيف راح يتصرف فيها؟ يسترد الكرة في منطقته. لن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. أوفسايد في اللقطة الماضية. الإعادة توضح أن الراية كانت صحيحة وأن قرار التسلل سليم. مارتينيز ضاعت الكرة. الحكم يحتسب خطأ في بداية المباراة.
ادواردو سيلفيو. ادواردو سيلفيو يا مجنون يا اخي انت كيف تلعب يا الله. حارس المرمى بيوقفها في لقطة خيالية. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. يا الله هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى. انظر إلى الشباك، أي بداية، أي إثارة، أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. لنشاهد معا كيف تم استغلال الفرصة بشكل مميز في هذا الهدف. هذه اللعبة، هذه الكرة اللي كانت من الناحية اليمنى، وهذه المتابعة لهذه الكرة والتحويل إلى هدف. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. فقدوا الكرة. واضح غياب التركيز عند التمرير سبب انقطاع الكرة. يتقدم باتجاه المرمى. بإمكانه إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. وتفتك الكرة داخل المنطقة. قطع للكرة في الوقت المناسب. يفقد الاستحواذ. فرصة للتعادل الآن. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة. الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. عند الإمكانية هنا ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. يا لحيب الله على التمريرة. تعادل يأتي يعيد المباراة للبداية. مباراة بتنافس عالي، تقارب في المستوى، نتيجة تعبر عن الإثارة الموجودة في أرضية الملعب. نشوف إعادة الهدف مرة أخرى. شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي، الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة. هدف التعادل إذن. النتيجة الآن 1-1. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. كاسيريس. يفقد الكرة. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. ألكسندر ميخيا. حارس المرمى يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل. دانييل بوكانيغرا. لويس كاردوزو. ضغط ناجح في الأمام. ممكن التقدم الآن. أي ردة فعل، أي براعة. الله على التصدي. يدافع عن المرمى، يتصدى ويتحدى. ركنية إلى داخل المنطقة. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. ممتاز الفريق في الضغط العالي على المنافس، يجبر على تشتيت الكرة بعيدا جدا في اللقطة الماضية. ليساندرو لوبيز. فرانكو سولدانو.
كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. فرصة للتقدم في المباراة. كرة خطيرة على القائم. إبعاد ممتاز للكرة من مناطق الخطورة. ضاعت فرصة التقدم في النتيجة. العارضة تتدخل. حارس المرمى سعيد بأن المساندة تأتي، بأنه ليس لوحده في هذه اللقطة. يقطع الطريق لكن لا يسيطر على الكرة. قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. يفقد الكرة. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. فرصة متاحة للتسجيل. أوه يا لعيب يا فنان يا ممتع، الله على هذا الهدف. الكرة في المرمى، في أسفل المرمى، تحرك الشباك وتخرج الآهات. استمع إلى صوت المدرجات. يا الله، الكرة في المرمى، الكرة صعبة في أسفل الشباك، صعبة على حارس المرمى. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. ألكسندر ميخيا فقدوا الكرة. شوط أول جميل من جانب الفريق، عرف كيف يتقدم على خصمه، يفرض أسلوبه طريقته. بداية كانت جيدة حقيقة المباراة، لكن المباراة لم تنتهي، ما زالت هناك 45 دقيقة على نهاية المباراة. الآن مع انطلاقة الشوط الثاني في لقاء اليوم من الجولة الثالثة من دور المجموعات، واللي نتمنى نشاهد من خلاله شوط ممتع ومثير. ضاعت الكرة. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. مارتينيز أمام مساحة في هذه اللحظات، لابد أن تستغل هذه الكرة. تصدي ممتاز. أول 45 دقيقة كانت جيدة على الأقل، تقدر تقول أنه قدم أداء مرضي، ويمكن أن يقدم ما هو أفضل في شوط المباراة الثاني. سجل هدف مهم جدا قبل النهاية، وخطف التقدم في نهاية هذا الشوط، والآن فريقه راح كرة بتعدي بيواجه فيها المرمى. سيبيستيان فيا تصدي والكرة في الملعب. عند الفرصة في هذه اللحظات، ممكن يلعب كرة عرضية الآن. يفتك في مكان خطير. مارتينيز عدت الكرة. فرصة التعادل بتضيع. هدف كان ممكن يكون قريب في اللقطة الماضية. شوف الجماهير لا تصدق هذه الكرة التي ضاعت. من الصعب أن تتكرر في هذه المباراة. الفريق ما يزال متأخر في النتيجة، والمدرب يبحث عن تغيير لهذه المباراة، والآن يدخل لاعب من على دكة البدلاء. بتروح الكرة للخصم. لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. الحكم يعلن عن وجود مخالفة. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. بيجرب بيشوت. فرانكو مدير الفني للفريق الضيف اعتقد حسم امره، حسم قراره، راح يجري التغيير في هذه اللحظات.
يفقد الاستحواذ. رامي التماس الآن. تغيير راح يكون في هذه اللحظات، يدخل البديل بمجهود جديد يضيف للفريق. الآن لسه نازل فريش، حاول من جانب المدرب لإضافة شيء في أرضية الملعب من خلال دكة البدلاء. دانييل بوكانيغرا. كرة مقطوعة بعد التمريرة السيئة. التمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. التمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. كيف راح يتصرف فيها؟ يفقد الكرة. يفقد الكرة. يا سلام على التحرك، شوف التوقع، شوف اعتراض الكرة بشكل سليم. إدواردو سالفيو، يا الله، تصب في خيالي من حارس المرمى. المدرب قرر إجراء تبديل وهو متقدم في النتيجة. أعتقد أن المدرب يبحث عن دماء جديدة حتى يحافظ على رتم المباراة. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. كرة بينية فيها خطورة الآن. تحولت للفريق الخصم. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. لويس كاردوزو يتعرض لضغط كبير. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. ضاعت الكرة. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. حماس لا يتوقف من الجمهور، يريدون من فريقهم أن يوسع الفارق أكثر وأن يطلق رصاصة الرحمة على الخصم. فقدوا الكرة. يا لحيب الله على التمريرة. ماذا سيفعل الآن؟ كرة سهلة بيلتقطها الحارس. يتقدم بالكرة. لابد أن يتصرف. أوهو، هذه كيف ترجع؟ هذه كيف تتعوض؟ فرصة يمكن ما تتكرر في المباراة. في اللحظات الأخيرة كانت فرصة على الطبق من ذهب. كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية، ممكن تكلف الفريق المباراة. استخلاص الكرة في منطقة حلوة. الكرة البينية خلف الدفاع. الحارس يخرج من مرمى لإمساك الكرة. فرانكو سولدانو. يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ليسعد كل هذه الجماهير بنسبة لأصحاب الأرض بالنقاط الثلاث. كان الفريق الأفضل في الملعب، استحقوا الفوز بكل تأكيد. السيطرة على أرضية الملعب فرض الأسلوب ليس بالأمر السهل أبدا، ويجب بأن نشيد بالفريق وباللاعبين وبما قدموه اليوم في هذا اللقاء.
كان في الموعد. يا مجنون يا أخي انت، يا الله حارس المرمى بيوقفها في نقطة خيالية. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. يا الله هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى. انظر إلى الشباب يفقد الاستحواذ. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. يا لحيب الله على التمريرة. تعادل يأتي يعيد المباراة للبداية، مباراة بتنافس عالي، تقارب في المستوى. فنان